شركة كندية توفر لك عقد عمل لتهاجر إلى كندا. شركة تستقطب العملاء الأجانب من جميع الدول. دائما إخوانا أخواتي الكرام، مع الجديد الهجرة إلى كندا بدون دفع أي مبالغ مالية، كل شيء مجاني. كل ما عليك أن تقوم بتقديم طلب عبر الاستمارة وترسل للشركة وتنتظر إن شاء الله الرد، وأتمنى أن يكون الرد مقبول. الرد سيكون يعني في وقت وجيز جدا، بعد مراجعة الملفات سيتواصلون معك إذا كان ملفك مقبول أو بروفايلك متوافق مع الفرص أو العروض المتاحة مع الشركة لإجراء مقابلة، وأتمنى لكم التوفيق جميعا. إذا إخوان، كما تلاحظون هذه الشركة، هذا الموقع الرسمي للشركة، متخصصة في كل ما يتعلق بتنسيق الحدائق وإزالة الثلوج في كندا. شركة لديها عدة تخصصات، إذا هذه من أهم التخصصات، يعني كل ما يتعلق بتنسيق الحدائق وإزالة الثلوج والديكورات والتزيين إلى آخره. أرسل سيرتك الذاتية الخاصة بك. إذا هذه الاستمارة إخوان أخواتي الكرام، يمكنك إرسال الطلب عبر الهاتف فقط بدون احتياج للحاسوب، فقد تكون لديك سيرة ذاتية منجزة بالطريقة الكندية، إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية أو تكون باللغتين. تقوم بملء الاستمارات، تقوم بإدخال جميع المعلومات وتحدد المنصب الذي تريد العمل فيه أو المجال الخاص بك. هنا تقوم بكتابة رسالة خطاب، ترفق السيرة الذاتية وتقدم الطلب في دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. إخوانا أخواتي، أود أن أرحب بالمتابعين الجدد الذين التحقوا بعائلة أبو راين للتوظيف والهجرة، وتحياتي الخالصة للمتابعين الأوفياء للقناة. إذا إخوان، بالنسبة للتعليق، أعتذر عن تأخير في الإجابة لظروف العمل وضيق الوقت، فأخصص وقت في المساء لأجيب على جميع التعليق. فيمكنكم ترك لي تعليق وسأجيبكم إن شاء الله كل يوم في المساء، أجيب على جميع التعليق، وأعتذر لمن تأخرت عليه في الإجابة إما عبر التعليق أو عبر لكل من رسلني عبر جيميل. جيد. شيء آخر إخوان أخواتي الكرام، لكل من يسأل، إذا كان هنالك سؤال يخص الهجرة إلى أي دولة، فأشارك أيضا فيديو قصير كما تلاحظون، يمكنكم الدخول، أشارك فيديو قصير ليستفيد الجميع. إذا كان سؤال مهم وسيستفيد منه جميع المتابعين، فأشارك فيديو قصير لكي تعم الفائدة. إذا إخوان، أتمنى منكم أن تشاركوا القناة وتشاركوا الفيديوهات لكي تعم الفائدة، فالذل على الخير كفاعله. لا تنسوا الآن الضغط على زر الاشتراك إذا كنتم زوار جدد، والاشتراك معنا في القناة، وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. على بركة الله، نذهب إلى عرضنا لهذا اليوم. إذن أعزائي الكرام، هذا هو الموقع الرسمي للشركة، كما تلاحظون يمكنكم الدخول إليه عبر الرابط الموجود في أول تعليق، والتعرف على الشركة عن كثب. يمكنكم قراءة جميع التفاصيل. تقومون بترجمة الموقع إلى اللغة العربية من خلال الضغط على ثلاث نقاط هنا في الأعلى، والذهاب إلى الأسفل ستجدون ترجمة أو تخادويخ. تقومون بالضغط على هذا الخيار، وسيقوم هذه الخاصية تقوم بترجمة الموقع مباشرة إلى اللغة العربية. إذا كما تلاحظون، هذا هو الموقع الرسمي، يمكنكم قراءة جميع التفاصيل والتعرف على الشركة. لاحظوا معي الخدمات التي تقوم بها الشركة. هذا موقع يعني احترافي كما تلاحظون إخوان أخوات، يعني بعض الصور المتعلقة بتنسيق الحدائق. إذا هنا لدينا صفحة الوظائف أو صفحة تقديم طلب، يمكنك التقديم كطلب تلقائي، وتترك الشركة هي التي تختار لك المجال الذي يمكنك أن تعمل فيه. إذا كنت تعمل في مجال تنسيق الحدائق وكانت لديك خبرة في هذا المجال، فهذا شيء جيد ليكون يعني بروفايلك مقبول بنسبة كبيرة. المناصب المفتوحة أو المتاحة، مطلوب قائد فريق تنسيق المناظر الطبيعية. إذا كما تلاحظون، إذا كانت لديك خبرة في المجال، فيمكنك الآن التقديم للعمل مع الشركة. هنا لدينا خياران إخوان أخواتي، يمكنكم ملء الاستمارة، أو يمكنكم في نفس الوقت إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. هذا هو البريد الإلكتروني الرسمي لتقديم الطلب، أو يمكنكم ملء الاستمارة مباشرة وإرسالها للشركة. إذا تقوم بإدخال الاسم الكامل، وهنا تقوم بإدخال البريد الإلكتروني
إذا البريد الإلكتروني يجب أن يكون صحيح، وهنا تقوم بإدخال المنصب الذي تريد العمل أو المجال الخاص بك. على سبيل المثال تقني تكنيسيان، وهنا نقوم بكتابة رسالة للمشغل. ستجدون نموذج في صندوق الوصف يمكنكم كتابته مباشرة في هذا المكان، يعني نموذج عام يمكنكم استخدامه أو التعديل عليه وإضافته في الخانة. بعد ذلك نقوم بالضغط على اختيار ملف. يجب أن يكون ملف، ملاحظة إخوان أخوات، يجب أن يكون ملف بصيغة تكست أو بي دي اف أو وورد أو دوكيمون. نقوم بالضغط على اختيار الملف ونقوم بإضافة السيرة الذاتية. كما تلاحظون إخوان أخوات، تم إضافة السيرة الذاتية بنجاح. إذا نقوم بمراجعة المعلومات قبل تقديم الطلب، كل من الاسم الكامل والبريد الإلكتروني والمنصب الذي تريد التقديم إليه. هنا نقوم بكتابة رسالة ستجدونها في صندوق الوصف، نقوم بإرفاق السيرة الذاتية، وآخر شيء نقوم بالضغط على إرسال الطلب. إذا إخوان كما تلاحظون هنالك مشكل في الاستمارة، على ما أظن أنه مشكل مؤقت وسيتم حله إن شاء الله عما قريب. إذا هنا عندما الاستمارة وإرفاق السيرة الذاتية ستظهر لكم هذه الرسالة، يمكنكم تجربة. إذا لا تتركوا الاستمارة بدون ملئها، املأوا الاستمارة وقدموا الطلب. إذا ظهرت لكم هذه الرسالة ستمرون للحل الثاني لتقديم الطلب. إذا ستقومون إخوان أخوات الكرام بإرسال السيرة الذاتية إلى السيدة ماري كلير. ماري كلير هي المكلفة بالتشغيل مع هذه الشركة، وهذا هو البريد الإلكتروني الخاص بها لتقديم الطلبات. إذا قوموا بتجربة الاستمارة، إذا تم إرسال الطلب بنجاح فهذا جيد أو هذا ما نريد. إذا لم يتم إرسال الطلب، ظهرت رسالة الخطأ، ستقوم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الموضح. وأتمنى لكم التوفيق جميعا إخوان أخوات الكرام. إذا ستجدون جميع الروابط في أول تعليق، قوموا الآن بالدخول وتقديم طلب لهذه الشركة حتى تحصلوا إن شاء الله على رد مقبول. وأتمنى لكم التوفيق، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.